نشرة أخبار فيروس كورونا على الشبيبة أف أم. طابت أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام، إليكم نشرة أخبار كورونا لهذا اليوم نستهلها بأبرز العناوين. تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بالسلطنة. سفارات السلطنة في الخارج تسهل عودة الراغبين من المواطنين إلى البلاد. 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان ووفاة واحدة. إصابة رئيس وزراء بريطانيا بفيروس كورونا. وألف وفاة بكورونا في إيطاليا في أسوأ حصيلة يومية عالميا. إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد-19 لمواطنين، 8 حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين و8 مرتبطة بالسفر، فيما تخضع 5 حالات للتقصي الوبائي، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 152 حالة. وتود الوزارة تأكيد أن 23 حالة قد تمثلت للشفاء، وتهيب الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرف منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات، كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة. أكدت سفارات وملحقيات السلطنة في الخارج أنها بدأت في تسهيل عودة الراغبين من المواطنين بما فيهم الطلبة إلى البلاد عبر رحلات الطيران التجاري ورحلات الطيران المستأجر، مشيرة إلى أن العملية ستستمر لعدة أيام. كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن وصول عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 391 مصابا إلى يوم أمس الجمعة، أي بزيادة 23 حالة عن يوم أمس الأول يوم الخميس، وعن تسجيل وفاة واحدة لمصاب كان يعاني من أمراض مزمنة. وبحسب وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، قالت الوزارة في التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا إنه حتى تاريخ 27 من مارس بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى بيروت الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 391 حالة إصابة بفيروس كورونا، أي بزيادة 23 حالة عن يوم أمس الأول. وأضافت كما سجلت حالة وفاة لدى مريض يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في بيروت. أعلنت وسائل الإعلام بريطانية عن إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفيروس كورونا كوفيد-19، وقد خضع للفحص الذاتي في مقر رئاسة الوزراء. وأفادت وكالة رويترز بأن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون أكد إصابته بفيروس كورونا، وأعلن جونسون على حسابه في تويتر أن الفحص الذي خضع له في مقر الحكومة أثبت وجود أعراض متوسطة بالفيروس، وقال أنه سيخضع للعزل الذاتي، وأكد جونسون أنه سيواصل مباشرة عمله رغم إصابته. وأعلنت السلطات الإيطالية تسجيلها حوالي 1000 وفاة على أراضيها خلال 24 ساعة يوم أمس لأسباب مرتبطة بالوباء الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد، لتكون تلك الحصيلة الأكبر في العالم في يوم واحد منذ ظهور الفيروس. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا إلى 9134، أي بزيادة 969 حالة منذ الخميس. ورغم ذلك تواصلت وتيرة انتشار العدوى في التراجع، حيث سجلت نسبة الحالات الجديدة المسجلة نموا ب 7.4%، 86,498 بالإجمال، وهي الأدنى منذ بداية تفشي الوباء في البلاد قبل أكثر من شهر. نهاية تفاصيل النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين.
تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بالسلطنة. سفارات السلطنة في الخارج تسهل عودة الراغبين من المواطنين إلى البلاد. 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان ووفاة واحدة. إصابة رئيس وزراء بريطانيا بفيروس كورونا. وألف وفاة بكورونا في إيطاليا في أسوأ حصيلة يومية عالميا. هكذا تنتهي نشرة أخبار كورونا لهذا اليوم. سلم الله الجميع من شر سائر الأمراض والأسقام. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء. نشرة أخبار فيروس كورونا على الشبيبة FM.